شيء يخدم. احنا نساء قارية الفلاحة وحصلت على دبلوم الفلاح الحمد لله، ودفعنا البرنامج أوراش، وتم اختيارنا من طرف الفيدرالية جمعية الآباء ورعان بالعيون، وحنا ذلك رعانا نشتغلوا الحمد لله في جو ملائم. وهذه فرصة للنساء اللي حصلت على الدبلومات حتى هما يدفعوا ويشتغلوا شغلة زينة ما شاء الله في الفلاحة، ونتمنى لهم التوفيق ومجال واسع ما شاء الله، ونظهروا عن النساء قادرات على أكثر فأكثر ما شاء الله عنهم يعطوا. وإحنا اليوم رعانا في مدرسة بن زران بالعيون نشتغلوا فيها ما شاء الله، وتبان في حلة زينة، والمدارس الثانية هم اللي إن شاء الله راهي قائمة على على هذه الشغلة، شغلة البستنة وزينة ما شاء الله، ومبينوا عنه ما هم لا رجال وحدهم في هذه الشغلة، حتى النساء قادرات على ذا ما شاء الله، شغلة نزيهة وزينة ما شاء الله. احنا شاركنا في هذا البرنامج ديال أوراش، وشاركنا في تهيئة المؤسسات، وتم اختيارنا حقيقة، وكان نعطتنا مجموعة 150 شخص بان شاء الله باش تدير تهيئة ل 20 مؤسسة، 10 ابتدائيات وخمسة اعداديات وخمسة ثانويات، وتم اختيار هذا الشباب اللي غادي يعمل في هذا، تم اختياره الناس اللي حاملة الشواهد ديال التكوين المهني وديال اللي عندهم ديال الفلاحة والتكوين المهني بالنسبة للترصيص وبالنسبة للصباغة. فتم اختيار هذا الشباب بناء على اولا اللي ما هو خدام، اللي ما عنده مدخول، واللي مع عائلته وما عندها مدخول، تم التركيز على هذا الشيء. وكذلك تم اختيار 40 من النساء اللي هما عندهم دبلومات، وما اخترنا نخدمهم في الغرس لانهم هما طلبناهم اللي عندها الغرس. ففعلا تم اختيار هذه المجموعه كامله، وهذه فرصه لتشغيل الناس اللي حاملين الشواهد. احنا اليوم في اطار تفعيل وتنزيل البرنامج الحكومي لاوراش، واللي اللجنه الاقليميه للعيون لبرنامج اوراش بالنسبه لاقليم العيون التأمت بتاريخ 11 مارس 2022 وصدقت على اربع اوراش بالنسبه لمدينه العيون. هذه الاوراش هذه الاربعه مقسمه على بالنسبه لورش الدعم المدرسي، وهو موجه للدعم المستويات الاشهاديه واللغات، ثم كذلك ورش التنشيط الثقافي والرياضي، ثم ورش تأهيل المؤسسات التعليمية، وأخيرا ورش النظافة بالجامعة الترابية. أهم معيار كان هو ملائمة لأهداف الجمعية التعاونية مع الورش، ثم المعيار الثاني هو الوضعية القانونية للجمعية، والمعيار الثالث والأخير وهو طبيعة الورش المقترح من طرف الجمعية. احنا كمستفيدين برنامج أوراش في مدينة العيون في مجال التنشيط الثقافي والتنشيط الثقافي والرياضي بدار شباب القدس كمشرف على المجال التنشيط التربوي الانشوده وما غير ذلك. تم انطلاق البرنامج يوم 1 شهر 7 اللي هو يوم الجمعه على شكل افتتاح في المساء، والحمد لله من ذلك اليوم الى يومنا هذا الحمد لله احنا مستمرين في الانشطه ديالنا، مستمرين في اعطاء في تطبيق البرنامج اللي سطرنا، وملتزمين بالحضور يوميا كما تم الاتفاق عليه مع المجلس الاقليمي لمدينه العيون. ونتمناو على اننا نستافدوا ونفيدوا كذلك الاطفال وكذلك الرواد ديال دار الشباب. انا كمستفيد من هذا البرنامج اوراش عن طريق جمعيه الاتحاد التنميه والتعاون اللي كنتمي لها، واللي استفدنا من هذه المبادره الحكوميه الجد جد رائعه. انا كنجي لدار الشباب القدس باش كنتعلم الاناشيد والموسيقى والمسرح وكره الطاوله والالعاب. في الالعاب الاناشيد كنجي ندربوا على باش نحفظوا شي حاجه، والالعاب كنلعبوا الدومينو مثل الشطرنج والدومينو، وفي المسرح كنتعلم المسرح مثل على حساب الدراسه ديالنا.
أنا هاد اليامات كنجي لدار شباب القدس مع الجمعية ديالي شباب مستقبل اللي منخرطة فيها من واحد بشهر سبعة، واللي كدينا بزاف ديال لي زاكتيفيتي زوين زوانين بحال المسرح والرسم.